قناة اعرف دينك. نصيحتي لنفسي ولك معي، اسمع كلامي جيدا، لكي ترتبط بالله دوما فتجد أن هناك فرج يأتيك من حيث لا تشعر. من هو الملك الذي قال عن نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إلا الله جل جلاله، لأن الله تعالى إذا وعد لا يخلف وعدا قطعه على نفسه. أنت لديك جسد ولديك روح، روحك خالدة لا تفنى، هذه الروح سر من أسرار الله. إذن أنت سر من أسرار الله عز وجل. هذه الروح غذاؤها لا يعلمه إلا الله. هذه الروح إذا صرحت وزكت حياتك تكون طيبة. ولذلك لو أنا وقفت أمامكم الآن وقلت لكم أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أنه قد حدث كذا وكذا، ستصدقونني لأني كررت اليمين 3 مرات. فما بالكم إذن إذا كان الله جل جلاله يقول كلاما ويقسم عليه 6 أيمان متتالية، ألا يستحق أن نصدق هذا اليمين؟ أقسم الله فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 أيمان يقسم بها الله. على ماذا كن هذا القسم يا رب؟ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الله يقسم لك أنك لن تفلح إلا إذا زكت نفسك. فبماذا تزكو النفس؟ هل تزكية النفس تباع؟ تزكية النفس بذكر الله عز وجل. إذن أول أهمية للذكر أن تعلم أن صلاح حالك بصلاح روحك، وصلاح روحك لا يكون إلا بالدواء الذي قاله الله عز وجل، ألا وهو تزكية النفس. كيف تكون؟ بالإكثار من الحسنات والإقلال من السيئات. طيب، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يتعلق بالروح. إذن هذا الإيمان ما الذي يزيدها؟ الأعمال الصالحات. ما هو أسهل عمل تجلب فيه الحسنات؟ ذكر الله عز وجل. أعطيك مثال، إذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سيصب في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات. من يحصي عدد خلق الله؟ كم في البحر من سمكة، وكم في السماء من ملك، وكم في الأرض من دابة؟ من يحصيهم؟ كل هؤلاء بعددهم يصب في ميزانك حسنات. أرأيت الذكر سهل عظيم الأجر؟ لماذا قال عنا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، يعني آخر أمة، الأولون يوم القيامة؟ لماذا؟ لأننا نسبق الأمم بمثل هذه الأعمال، أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة. ثالثا، اعلم يا كريم أنك أنت محتاج لله، فلا تجعل ربنا ينساك، لا تجعل ربنا ينساك. كيف؟ اسمع إلى الله وهو يقول لك، يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. إذن ما دمت تذكر الله فإن الله يذكرك، فإذا كان الله يذكرك الملائكة ستذكرك، وسيسطر اسمك ويجلجل في السماوات، ثم سيطرح لك الله القبول. ما الدليل؟ يقول الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. إذن هذا الذكر وهذا العمل يعظم ارتباطك بالله عز وجل. ثالثا أو رابعا، اعلم أن هذا الذكر سبب لنجاتك بإذن الله يوم القيامة.
انتبهوا لهذه النقطة يا أخي. نحن أمامنا يوم القيامة مجموعة من المواقف التي تتدخل فيها حسناتنا. نحن لن ندخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، لكن هناك مواقف ستحتاج فيها للعمل الصالح. موقف الحساب أمام الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. العبد الذي يأتي بإيمان وحسنات وأعمال صالحات مقامه أعظم من الذي يأتي خاوي اليدين. المقام الثاني الميزان، ما الذي يوزن؟ الذي توزن أنت وعملك، فإن رجحت كفة العمل الصالح أبشر بالخير. المقام الثالث مقام المرور على الصراط، هل تعلم أن الصراط الدحض المزلة سوف تمر فوق النار؟ هناك سوف يعطيك الله نور، النور على قدر ماذا؟ على قدر أعمالك الصالحة. فكلما زادت كلما زاد وهجك ونورك، ولذلك المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، مرادهم في ذلك الموقف أن يتمم الله له نوره. أيضا هناك موقف آخر وهو موقف القنطرة التي بين الجنة والنار. كل هذه المواقف أنت تحتاج فيها للحسنات، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه تعلمون من المفلس؟ قالوا من لا درهم ولا دينار عنده يا رسول الله؟ قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وكثير من العمل، لكنه يأتي وقد شتم هذا. الآن ماذا يحدث؟ حقوق تسدد، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وفعل وفعل، ثم تؤخذ من الحسنات وتوزع على خلق الله. إذن أنت محتاج إلى العمل الصالح حتى ينفعك في تلك المواقف. فاحذر يا أخي أن تزهد بهذه العبادات التي ترفع رصيدك عند الله عز وجل. أنا أسألكم وأسأل نفسي معكم، قبل 5 سنوات و4 أشهر و3 أيام أتعلم أين كنت؟ أتعلم ماذا قلت؟ أتعلم ماذا كتبت؟ هل نسيت أن الله يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ هل نسيت أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ نحن ننسى وكل شيء مسجل. ومن شدة عدل الله أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن انتبه، أنت محتاج للعمل الصالح. فيا أيها الأحبة، من هنا أوضح لك ولنفسي معك أهمية الذكر. الذكر ليس فقط دعاء تدعو به ثم يحفظك الله في تلك الليلة، لا، هذا يعني ثواب، لا لا، الذكر أعظم. الذكر يربطك بالله، هذا مختصر الكلام الماضي، ركزوا معي. الذكر يربطك بالله فلا ينساك الله. الذكر يعظم لك الأعمال الصالحات والحسنات. الذكر يعينك على سداد الحقوق يوم القيامة. الذكر يشرح صدرك، ولذلك يقول جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لن ترى السعادة ولا الأنس ما دمت بعيد عن الله. لا يمكن أصدقك وأكذب ربي، الله الذي قالها. تريد السعادة اتق الله، اذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله. أما إن أعرضت فلا تبحث عن السعادة. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الذكر من فضل الله عز وجل علينا أن يسره. الآن كل العبادات يا أحبتي محدودة، يعني الصلاة لها أوقاتها ولا تزيد عن عدد معين من الركعات، الصيام له وقت محدد، الحج له وقت محدد، أما الذكر فلا حد له. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لماذا؟ لأن الله يحب أن يرحمك، أعطاك هذا العمل اليسير ذا الأجر العظيم. واعلم أيضا أن هذا الذكر فيه حفظ لك، فيه صيانة لك. يعني مثلا لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة في كل صباح ولا تتركها، انتبه، احرص عليها أشد من حرصك على أكلك وشربك، لأنها تحفظك ذلك اليوم من الشيطان بإذن الله تعالى.
تحميد من كل سحر، من كل حسد، من كل عين، ونحن في زمن انتشر فيه الشر. هذه لا. والثانية، تأتي يوم القيامة كأنك اعتقت 10 رقاب. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا، قال من بني إسماعيل، يعني كأنك اعتقت 10 أحرار. وأعظم العمل أن تعتق الحر فيعتقك الله مقابله من النار. رأيت دقائق تقولها في الصباح. فلا نبخل على أنفسنا بشيء يقربنا من ربنا، ولننتبه لا ننشغل عن ربنا يا إخوة. أشغلتنا الدنيا، أشغلتنا حتى في أحلامنا نحلم بها، وقتنا كله دنيا دنيا دنيا، ثم ماذا؟ والله لن نبقى فيها يا أحبة، سنرحل. فلنرتبط بربنا، لعل الله أن يجري عنا الهموم. هذه القلوب تصدأ كما قال عليه الصلاة والسلام، وجلاء الصدأ ذكر الله. هذه الحسنات التي تجلبها هي تمسح وتنظف سيئاتك. الحسنات يذهبن السيئات كما قال. ثم بعد ذلك أنا أشبه الحسنات والسيئات مثل ثوبك الذي تلبس، فيه بقع. هذه البقع في بقعة تحتاج إلى غسلة بسيطة، وفي بقعة تحتاج إلى غسلتين أو 3، وفي بقعة تحتاج إلى 10 غسلات. هذا نحن، ونحن وذنوبنا. لكي ننظف الذنوب معنى كبيرة ومعنى صغائر، ومعنى دخل عمل مختلط. لما نكثر الحسنات ما الذي يحدث؟ نمسح نمسح نمسح، فتصفو نفوسنا وتصفو حياتنا ونقترب من ربنا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.